وبخالص التهنئة للشعب المصري، لأن 25 يناير هي بداية للتغيير، و 25 يناير اتحفرت في أذهاننا جميعا. فؤاد باشا، طالما بقى بنجيب سيرة الوفد بالمناسبة، يعني كان صاحب المبادرة الخاصة بعيد الشرطة، وكانت مبادرة عن حق، لأن كانت الشرطة أياميها في معركة نضال وسال فيها الدماء من أجل التغيير. 25 يناير هو تاريخ من أجل التغيير، إنجاز التعبير. ابتدت بالشرطة، وجاء شباب مصر حتى يعني يحدثوا التغيير، وبالتالي مفيش حالة التصادم اللي الناس بتحاول كانت تسوقها في الأيام الماضية، واللي البعض حقيقة أيضا ما بين النخب، طبعا النخب والشباب، وانت عارفة فكرة يعني، ودي اللي احنا عايزين نأكد عليها بعد كده بذكرى 25 يناير، ان خلاص مسألة 25 يناير ثورة ولا مش ثورة ولا مؤامرة، المفردات دي لازم ننهيها حقيقة. صحيح، ولازم ننهي الخلاف ونقرب، طبعا مش وجهات النظر، نقرب تقريب واقعي وإنساني ما بين 25 و30. الاثنين بيكملوا بعض تكاملية، ولولا 25 ما جاءت 30 طبعا. وبعدين ملف لازم نقفله الحقيقة، ملف لازم. وانا بناشد النخبة اولا، ولان ده احنا لقينا نواب برضو بيتحدثوا في هذه المسألة، ويحصل تراشق، الكلام ده لازم يعني اتمنى ان هو ينتهي تماما.